والبداية مع موقع أساس ميديا، مهمة لودريون في لبنان، عراقيل ورسائل للكاتب دكتور محي الدين لشحيمة. تواجه مهمة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريون في لبنان ثلاثة عراقيل مختلفة، وهي أولها فرنسية داخلية، إذ تعترض بعض الجهات الفرنسية الداخلية غير الرسمية على طريقة التعاطي الفرنسي مع الأزمة اللبنانية، وهي لا تعكس القرار الفرنسي الرسمي. ثاني العراقيل اللبنانية محلية، إذ وضعت فرنسا نفسها في موقف محرج في لبنان نتيجة سلوكها السابق، وكادت أن تتحول من كونها وسيطا نزيها إلى طرف في لبنان. أما ثالث العراقيل فيرتبط بالخماسية الدولية، إذ جعلت فرنسا من نفسها شريكا مضاربا مع المجموعة الخماسية الدولية، وأدخلها نشاطها المنفرد وعزفها المستقل على وتر الملف اللبناني في إحراج كبير مع أصدقائها وحلفائها. وتشير معلومات فرنسية خاصة جدا الكي دورسي الدبلوماسية إلى أن هناك مساعي دولية لإحراج المساعي الفرنسية الجديدة، وبالتحديد مساعي إيرانية تعمل على عرقلة أهداف اللقاء الخماسي في ردة فعل عنيفة على تخليهم عن الحراك السابق ولمآرب خاصة لها طبيعها النووي والمالي والاقتصادي. فهل يكون الشهر المقبل موعد النهائي للإنتاج الرئاسي النافع؟ وهل تنتهي معه مرحلة ربط النزاع لتمرير الاستحقاق بالطريقة الفرنسية؟ لا تبدو الطرق مفتوحة إلى الآن. وننتقل الآن إلى الشرق الأوسط. مناطق لبنانية تلجأ إلى الأمن الذاتي بعيدا عن سلطة الدولة. مع تراجع سلطة الدولة في لبنان وعجز أجهزتها عن القيام بواجباتها، بدأت تتنامى أخيرا ظاهرة الأمن الذاتي على صعيد الأحزاب والطوائف والبلدات. ومنذ أكثر من عام بدأت مجموعة تطلق على نفسها اسم جنود الرب تتوسع في منطقة الأشرفية بالعاصمة بيروت، وبررت وجودها بحماية المناطق المسيحية من عصابات القتل والسرقة مع تراجع نشاط القوى الأمنية. وأظهرت الحادثة التي شهدتها منطقة الكحالة تراجع دور وهيبة القوى الأمنية الرسمية على حساب مفهوم الأمن الذاتي. وأعادت ملاحقة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت أحد المواطنين السوريين المتهم بأنه أحد عناصر تنظيم داعش النقاش حول إجراءات الأمن الذاتي. وقال رياض أهواجي رئيس مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري للشرق الأوسط أن ظاهرة الأمن الذاتي في لبنان ستتفاقم كلما تراجع عمل القضاء ومنسوب الأمن في البلد في ظل غياب المحاسبة وانتشار السلاح، وسيلجأ بعض المواطنين لوضع قوانينهم الخاصة وإنشاء مجموعات لحماية البيئة التي يعيشون فيها وينتمون إليها. وننتقل الآن إلى صحيفة الديار. تعاون أوروبي في ملف النازحين والدولة اللبنانية مكانك راوح. أكدت مصادر دبلوماسية في بيروت مواكبة الاتصالات فيما خص ملف النازحين أن الدولة اللبنانية تتقاعس عن القيام بواجباتها، مؤكدة أن خطط المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تجري كلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة اللبنانية وبعد موافقتها. وتابعت أيضا المصادر أن الدولة الأوروبية ورغم خلافاتها أبدت كل التعاون في مساعدة لبنان لتخطي هذه الأزمة وتقديم العون لقواته المسلحة، سواء من قبل إيطاليا أو ألمانيا راغبتان بتعزيز القوات البحرية اللبنانية لتؤدي دورها المطلوب في حماية السواحل اللبنانية ومنصات التنقيب عن الغاز، كذلك في مكافحة الأنشطة البحرية غير الشرعية. وكشفت المصادر أن الاجتماع الأخير للبرلمان الأوروبي الذي قامت القيامة ولم تقعد أخذ بالورقة اللبنانية كاملة باستثناء بند قبول أوروبا باستضافة النازحين وانتقالهم إلى دولها. وختمت المصادر بأن الحكومة اللبنانية ومن ضمن قوانينها قادرة على حل الكثير من العقد والمشاكل، إلا أنه وللأسف كما في كل الملفات لا يبدو أن المسؤولين على قدر المسؤولية، سواء عن جهل أو عن قصد لأهداف ترتبط بأجندات إقليمية ودولية خاصة. والاطلاع أكثر على المشهد السياسي معنا على الخط مباشرة الصحفي في جريدة النهار الأستاذ سركيس نعوم. صباح الخير أستاذ سركيس. صباح النور. بداية أستاذ سركيس، ماذا يعني لك رحيل الصحفي الكبير طلال سلمان؟ رحيل الأستاذ طلال سلمان الله يرحمه هو بالنسبة لي رحيل صديق وأخ، لأنه يعني ربطتنا علاقة صداقة كثير مهمة لما كنت أنا في دار الصياد مدير للإدارة الداخلية وكان هو مديرا لتحرير الصياد.
واستمر الفضاء تقريبا حتى بداية الحرب الأهلية. كنا على لقاء واتصالات عائلية وكل الأمر. لما بدأت الحرب أنا كنت في النهار وهو كان بدأ العمل في جريدة السفير، فبحكم كوني أنا صحافي ميداني يعني كل الوقت أتنقل من منطقة إلى منطقة، فبالتالي الاتصالات مع أستاذ طلال الله يرحمه كانت خفيفة، ولكن العلاقة بقيت متينة رغم أنه مرقت فترة طويلة ما شفنا بعضنا، ولكن كنا دائما أصدقاء ونحترم بعض. نعم أستاذ سركيس، هناك كلام كثير عن اشتباك أمريكي إيراني محتمل على الحدود السورية العراقية، وكلام عن اشتباك أمريكي روسي في سوريا، حضرتك كتبت عنه بالنهار من قبل يومين، ما هو أفق هذه الاحتمالات؟ يعني منذ بداية الأسرة السورية والتدخل الروسي فيها وقبل الروسي التدخل الإيراني فيها، وطبعا التدخل الأمريكي موجود بكل هذه المنطقة، كان دائما في موقف أمريكي وربما قرار أمريكي أنه وقف يعني قطع الطريق التي تفصل العراق بسوريا بالقوات الأمريكية وبالقوات الكردية المتحالفة معها، وذلك ليس بهدف قطع تواصل بين الدولتين الشقيقتين، ولكن باعتبار أن إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة ولها دور كبير ونفوذ كبير في العراق، وبالتالي تستطيع من خلال العراق والحدود العراقية أن ترسل إلى سوريا كل ما تحتاج إليه من أسلحة وذخائر ومقاتلين، وبنفس الوقت وهذا الشيء الأهم أنه من سوريا ممكن إرسال إلى لبنان كل ما يحتاج إليه حزب الله الذي قاوم إسرائيل وحرر الجزء الجنوبي الذي احتلته منها، ولكن بالنهاية إسرائيل والولايات المتحدة حليفتان وإيران وحزب الله حليفان، وبالتالي كان في مصلحة برأي الأمريكان أن هذه الطريق يجب أن تقطع، ولم يتم قطعها بالكامل ولم تكن دائما مفتوحة بالكامل، ولذلك الآن أعتقد لما يعني في إعادة نظر في السياسة الأمريكية المتعلقة بهذه المنطقة من الشرق الأوسط والخليج، إعادة النظر هذه تقوم على إعادة طمأنة الدول العربية الحليفة وفي مقدمها دول الخليج ولا سيما السعودية، أننا نحن عدنا إلى سابق سياستنا ولن نتخلى عنكم وسنعود إلى التحالفات التي كانت قائمة وسنحميكم، وبنفس الوقت سنتابع في هذا الموضوع محاولة يعني وقف تدفق السلاح والمقاتلين. هلا طبعا هذا شو بيغير بالامور، المملكه العربيه السعوديه وعدد من الدول اخذوا خطوات راحت ابعد يمكن مما كان يفكر الامريكيون بالنسبه للعلاقات مع القوى الكبرى في العالم ولا سيما الصين وروسيا، ولكن بالنهايه المملكه العربيه السعوديه تعرف ان الحامل الوحيد لها بالاخر الى جانب قدراتها الذاتيه اللي هي عم تحاول تنميها هلا والتطورات هو المعسكر الغربي الذي تمثله الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، من دون أن يعني ذلك الاختلاف أو التصادم أو التحول إلى بيبق تستعمله الولايات المتحدة سواء ضد الصين أو ضد روسيا. نعم، ما هي معطياتك عن احتمال تعديل مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان؟ يعني هلا من زمان هو قرار اليونيفيل انتداب هذه القوه الدوليه على لبنان كان دائما تحت الفصل السادس، ليس يعني طبعا في بندين مهمين بدون عم يصير تداول فيهم، البند الاول هو وضع تنفيذ هذا القرار تحت الفصل السابع، انا اعتقد ان هذا البند هو نوع من اللعبه الدبلوماسيه او الضغط الدبلوماسي الذي تقوم به امريكا على لبنان، ولكنها في النهاية لا أعتقد أنها ستتمسك به لأن لبنان لا يستطيع أن يتمسك يعني أن يقبله. أما القسم الثاني وهو المتعلق ب أنه الدوريات التي تستطيع أن تقوم بها قوات اليونيفيل منفردة من دون غطاء الجيش اللبناني ومرافقته، بعتقد هذا أمر ممكن إيجاد حل له بالوسائل التفاوضية، وممكن يكون إلغاء برأيي أنا
العودي عن المطالبة بقصة وضع القرار كله تحت البند السابع في مقابل استمرار ما وافق عليه مجلس الأمن العام الماضي، وهو أن قوات يونيفيل تستطيع أن تتحرك بدوريات مستقلة من دون مرافقة الجيش اللبناني. نعم أستاذ ساركيس، هل بتقديرك النائب جبران باسيل جد بالتفاهم مع حزب الله على انتخاب سليمان فرنجية كرئيس؟ هلا بدنا نشوف أول شيء التفاهم مع حزب الله، بدنا نشوف هل هو هدفه انتخاب سليمان فرنجية رئيس، أو هو التوصل إلى حل آخر يقضي بانتخاب رئيس يعيد التيار الوطني الحر إلى حظيرة التحالف مع حزب الله. لحديث هلا الامور مش واضحه، يعني قيل دائما انه الوزير باسيل، وامبارح احد بعتقد عندكم على التلفزيون بعد الظهر احد اعضاء الحزب او الاعلاميين في الحزب قال شيئا ما بعتقد بيقوله لو ما كان واثق منه، قال انه حكي الوزير رئيس التيار الوطني جبران باسيل للحزب وقال 100 مره سليمان فرنجي ولا مره قائد الجيش زيفون. فبالتالي احتمال نظريا احتمال انه قبول باسيل بفرنجية احتمال قائم، ولكن عمليا ممكن يكون في استبعاد اذا صار في تفاهم بين الحزب وبين جبران باسيل على القضايا الاخرى، فممكن بهالامر يرجع يصير في امكانيه البحث في شخص ثالث من غير الصفوف الاولى، وبالتالي في مجموعه اسماء مطروحه انا ذكرت مره سته منهم اللي هن يفترض انه كانوا جديين، في اثنين ثلاثه منهم احترقوا بعتقد بسياق التفاوضات اللي عم بتصير بين اكثر من فريق وجهه. فنحن امام شغلتين، اما سليمان فرنجية رئيسا واما شخص اخر يحظى بثقه الحزب. وايضا من هو الشخص الاخر يعني استاذ ساركيس برايك؟ لا ما راح ادخل بالاسماء، يعني معني انا كتبت مره ست اسماء، ما راح ادخل بالاسماء لانه انا ما شغلتي احرق اسم او اقدم اسم على اسم، انا بهمني يصير في رئيس جمهوريه قادر على القيام بكثير من الامور التي يحتاج اليها لبنان بهذه المرحله. نعم شكرا لك استاذ ساركيس نعوم.